يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن هنا في بلادنا، في بلاد قد أكرمها الله بالتوحيد ولله الحمد، فهل ترون أحسن الله إليكم أن نجعل جهدنا في التحذير من كبائر الذنوب وغيرها من المعاصي؟ لا يا أخي، المسلمون بحاجة إلى تبصيرهم بالتوحيد، يعني فيهم الجهال، وفيهم من ينسى، وفيهم من، فالمسلمون بحاجة إلى تعليم التوحيد، ترسيخه في نفوسهم، بحاجة إلى رد الشبهات التي ترد عليهم. نعم، فلا يستغني أحد عن بيان التوحيد. نعم.